بص عمر، انا شايف الايفنت ده بصراحه ايفنت مهم جدا في الاندستري بتاعت الكوره. اول ما قالوا لي عليه من فتره، يعني كلموني عليه من سنه تقريبا كفكره، قلت لهم على طول لا تترددوا. المؤتمر نفسه ان هو بيدعم كل الناس اللي عايزه تخش مجال الكوره، سواء ككونتنت، سواء كصناعه كوره، سواء كايجنتس. فلا الفكره عظيمه، واول مره يبقى لينا زي اكسبو بيجمعنا كلنا، وان احنا نقابل الناس حتى الانفلونسرز اللي بنشوفهم. فده كان بالنسبه لي شيء عظيم جدا ومهم. طبعا المجال بيتزايد كل يوم حبا من الناس. الناس كل شويه، الشباب بتعرف يعني ايه محتوى كوره على الديجيتال، مش على الـ 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 الاطار التلفزيوني يعني. فالنهارده ان شفت الناس بنفسك النهارده عامله ازاي في الـ في الـ في المؤتمر اللي احنا كنا فيه، وفي التوك اللي احنا كنا قاعدين فيه. فشيء عظيم وشيء محسسني ان لسه الباب بيفتح. خلي بالك الناس بتحبط. ناس لو انت بتتكلم على نصيحه اللي هو خلاص الناس اللي اتشهرت واتشهرت، لا لسه الناس ما اتشهرتش، لسه في عندك فرصه كبيره جدا انك تخش المجال، لانه لسه بيفتح بابه دلوقتي. الله الله، في التقيل كده على طول. اول لقب ارسنال انجليزي بريمير ليج قصدك؟ 70 موسم 70 71 تقريبا. لا يعني دي حتتنا بقى. عيب عم عمر، تيري اونري 228 جون. اسمها كام لقب حققه اكتر نادي كاسب البطوله دي؟ 14 مره بفضل الله. دي زنقه، دي زنقه دي. باتريك، لا استنى، باتريك فييرا، هنري، ماشي. اخر ماتش يعني في الدوري نفسه ليستر سيتي 2-1. لا مستحيل طبعا، هنري واحد فيهم اكيد، التاني مش فاكره بصراحه. طب انت مظبط لي، انت بتسالني على لعيبي المفضل في هنري قبل ارسنال. كان بيلعب في يوفنتوس، كان بيلعب في مونيكو، وبعد كده راح ارسنال، وبعد كده انتقل الى برشلونه، وبعد كده راح امريكا. هو دي التريبة بقى، ان فين في امريكا اسمه ريد بول حاجه صح، نيويورك ريد بول، مش نيويورك، لا كان فيني في حاجه نيويورك ريد بول صح صح. في 20 ثانيه اوكي، تيريا اونري، بيركام، بيريز، ليونبرج، باتريك فييرا، سيسك فابريجاز، كولو توري، ليمان، اشلي كول. عايز اكتر من 10 ولا ايه؟ انا كده قلت 10، لسه قلت 9. طب خد معاك ويلترد، خد معاك ما قفلتهم له.